الرحيم، الحمد لله رب العالمين على الفوز. طبعا هذا إنجاز جديد يحسب لنادي الاتحاد ويحسب إلينا الجيل، نفس الجيل اللي حقق بطولة الناشئين كاس ودوري، نفس الجيل اللي وصل السيمي فاينل في الكاس السنة اللي طافت، ونفس الجيل اللي حقق الحمد لله. يعني إن شاء الله احتمال كبير إن احنا نكون خلاص دشينا سداسي بشكل أكيد، فأقدر أسميه الجيل الذهبي يعني. ومجرد يعني طلب مش إن شاء الله أتمنى إنه يتم الاهتمام يعني بهذا الجيل عشان إن شاء الله نحقق إنجازات أكبر من هذا الإنجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الاستضافة حبيبي. لعبنا جود جيم، تعرف في النهاية حاولنا اللي نقدر عليه. الحمد لله فريق الاتحاد فريق قوي، عالم محترف طويل، ما قدرنا صراحة نجاري في آخر شيء. الحمد لله رب العالمين، ما قصرت.